من ضمن الأسئلة، تكلفة جامعة سليسكا كام في الدي بي اي، وهل الأكاديمية العربية أقوى منها في الدي بي اي؟ الحقيقة أنا ما عنديش تكلفة، مش هقدر أقول تكلفة، لأن أنا قلت في مرة تكلفة والناس أكلوني حيا، لأن طبعا مع الدولار وكده الأسعار اتغيرت. لكن نصيحتي ليك، لو أنت حاول إنك تشوف السعر، شوف الاتنين، لو الاتنين سعرهم مناسب. لكن اللي أنا عارفه إن سليسكا أغلى من الأكاديمية، يعني سليسكا أعتقد إنها تكون أغلى من الجامعة العربية. نصيحتي ليك، لو انت بتقارن ما بين جامعة سليسكا وجامعة العربية، تبقى جامعة سليسكا في السي في اقوى من الجامعة العربية، لان جامعة سليسكا ريبيتيشن عالمي، سمعة عالمية، وبصراحة بشوف ناس كتيرة جدا جدا في السوق شغالين في اماكن كبيرة وبياخدوها من سليسكا. يعني طبعا مش هيقدروا يجيبوها من الجامعة الامريكية، فبيجيبوها من جامعة سليسكا. فاي ريكومند انك تاخدها من سليسكا، ولكن بشرط انك قادر على مصاريفها. لو مش قادر على مصاريفها، نشوف جامعه تانية، في خيارات اخرى، جامعه عربيه، الاكاديميه، شوف جامعات حكوميه. ولكن ما نجيبش حاجه كبيره ومش قادرين نتحملها وندخل فيها، ولكن هي دي التكلفه. بخصوص التكلفه، عندك وسائل التواصل بتاعتهم، تواصل معاهم وربنا يوفقك باذن الله.